نعم ترى رمضان كريم الله أكرم شيلنا بعافية على النجيرة من كفاريتا وكم الله بعافية والله يجيب العافية. مبروك العيد لزينب فاطمة أشتا محمد عبد الله كلك مبروك العيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشكر الشكر الحمد لله على الدرانة للآتي اليوم 26 رمضان صمنا الحمد لله على الدرانة السنة الجاي وعلى يلمنا كل قدمنا المسلمين جميع المسلمين كلنا شاديين القايدين برا من هلة وقايدين دب الهلة كلكم سلمتكم مبروك العيد على نجينا من كفرية الباقي وعلى الدرانة السنة الجاي الله يلم قدمنا والله يجيب علينا التي في بلدنا ان شاء الله الحمد لله. كل عام وانتم بخير كل سنة جدنا نتمنى لو سنة آخر إن شاء الله نتمنى بالخير رمضان فاد نورمال فاد عديل دونك نقول لكم بون فيت. السلام عليكم يا أخواني التشاديات والتشادين إن شاء الله موجودين ونقول لكم عيد مبارك. اسمي إبراهيم الخليل إبراهيم بيلو موجود هنا في سامفيل شخال في سامفيل هنا. نتمنى لكم كلام أنتم بخير سيا والسلام الله يقدرنا سنة جاي الله يقدرنا في نفسنا الله يلهقنا رمضان سنة جاي الله يلهقنا بقدرتنا إن شاء الله. وأخواني القايدين خارج والقايدين في جنبنا كل سلامتكم نتمنى لكم عيد سعيد عيد مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أول نقدم لمبروك بالإيد الإيد كل جانا الحمد لله والإيد كل جانا نعمد الله ونشكره كل عام وعامتم بخير. الشهر المبارك كمل علينا ونحمد الله ربنا يجعل البلد آمنة مطمئنة وربنا يجيب الأمن والاستقرار في هذا البلد ونحمد الله ونشكر الحمد لله بهذا البلد مطمئنين والإيد كل الله يجيب لنا بالصحة والسلام وكل الشباب النازل ما لقوا الخلقان ما الله ما منع لهم بالفلوس ربنا يجيب لهم مال لأولادهم يكسوهم يوم الإيد عشان يكونوا فرحانين. ونحمد الله نشكر لأهلنا في الخارج كلها أنين في الشات قاعدين في أمن وأمان نحمد الله ونشكر الحمد لله ونشكر الحكومة ربنا يجيب لسه الأمن والاستقرار في هذا البلد الحمد لله. وأنينا قاعدين في جريديا سانفيل السوق كلنا نحمد الله ونشكره النعمة موجودة وكل الخمامات كلها الحمد لله نحمد الله ونشكره الشباب قاعدين هذا الشباب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم. ربنا يكملنا بالسلامة. ونقول تهاني لكل المسلمين والمسلمات. وإن شاء الله لأهلي برا وداخل كل نقول لهم كل عام وأنتم بخير. ربنا نجانا من كفارة هنا رمضان ويفرينا بفرحان الإيد والسرور. وإن شاء الله نشكر لأخواني وأخواتي وإيالي وزوجاتي كلهم في البيت. وإن شاء الله نقول إيد مبارك لكبار والصغار. أو كل عام وأنتم بخير. وشيء واحد فيه ديالوغ ناسيونال لكل ربنا إن شاء الله يكمل بالسلامة. إيدنا رمضان إيد رمضان إيد الفطر المبارك. الله قدرنا فوقه وصمنا رمضان بالصحة والسلامة الحمد لله. أصلًا كويسة وشات كل قاعد نشوفها ماشية كويسة. الله يقدرنا في رمضان في إيدنا رمضان. ونشكر لأخواني قاعدين برا في جم برا في المديريات برا وفي جمينا وفي هلال برا كله. الله نشكرهم بإيدنا رمضان. الله يوفقهم المين ده الله سيدة. وخلينا نصبروا أي شيء. الله بيقول أشاء أن تقروا شيئا وهو خير لكم, أساء أن تهبوا شيئا وهو شر لكم. ما شاء الله شكرا. الله يجرنا, الله يجر الكبارات, والله يوفقنا يا رب يا رب يا رب. الله يوفقنا. أصلوا لنا الله يا رب. الاسم مطر محمد. كل عام وانتم بخير. مبروك العيد الى السيد اللي قدرنا في نفسنا اللي حضرنا سنة اخر. كل اخواني التشاهدين والتشاهدات المسامة البرة والداخل. والله يهانينا والله يقبلكم في بلدنا نبنو بناننا ونقعد نعيش حلو والسلام ان شاء الله. الله يحيينا. ونشكر الرئيس محمد ديبي إتنو خلي أدي لنا الوتري حالنا راسا ماشين دا. الحمد لله نعمد ربنا ونشكره. جزاكم الله وخير وإنسان. السلام عليكم تشاهدين وتشاهديات بشات. نقول لكم مبروك العيد إلى السيد السماء. كل سنة وأنتم بخير والصحة والسلام. يعني نسلم كل المواطنين التشاهدين. السلام عليكم. مبروك العيد. كل سنة أنتم طيبين والصحة والسلامة والعفو. الله يجيب علينا عافية في بلدنا. ونشكركم أنتم ناس العلماء ألف الشكر. ونشكر ناس الدين الوقوف في تشات ولا حراي ولا في الليل. يسأل الله عشان الله يجيب علينا عافية والسلامة في البلد. ونشكر ناس الإدارين على تشات عامة. ونشكر أسرتي أسرة طلبة وأسرة دونغوس. ونشكر أمي خديجة دونغوس.